في مطر جاي على الطريق بس يمكن مش عند الكل. استنوا شوي خليني احكي لكم كيف وليه. حالات عدم الاستقرار الجوي بتتشكل بسبب الفروقات الحرارية ما بين الهواء البارد في طبقات الجو العالية والهواء الدافئ في طبقات الجو السطحية مع نشاط منخفض البحر الأحمر، وهاي الفروقات هي اللي بتؤدي لحدوث عندنا حالات عدم الاستقرار الجوي. تتشكل سحب ركامية بشكل عشوائي بتؤدي لهطول الأمطار في بعض الأحيان بمناطق مختلفة وبشكل عشوائي. بس شو يعني بشكل عشوائي؟ بشكل عشوائي يعني مثلا ممكن انها تمطر في شرق عمان بالمقابل ممكن في وسط عمان ما تمطر نهائيا، وهاي الامطار ممكن انها تكون مفاجئه، وكمان هاي الامطار ممكن انها تكون غزيره في بعض الاحيان. عشان هيك احنا في حالات عدم الاستقرار الجوي بنخاف من تشكل السيول وبننبه دائما الناس من خطورتها. واذا انت لسه مو عارف فاحنا ان شاء الله رح نتاثر بحاله من عدم الاستقرار الجوي يوم الاربعاء. خليكم تابعينا من هنا من مركز طقس العرب اول باول لحتى تعرفوا اخر التحديثات.